طيب سيد هارون، كذلك وضح لنا الصورة في أفغانستان، ما هي الحقوق التي تتمتع بها المرأة داخل أفغانستان، وكيف يتعامل الرجل مع المرأة بشكل عام في المعاملة في أخلاقه؟ لأن هناك الحقيقة من يتحدث عن هذا الأمر وكأن المرأة تقتل، وكأن المرأة مغلوبة على أمرها في أفغانستان، وكأن المجتمع هو مجتمع لا يوجد فيه مكان ولا مكانة للمرأة الأفغانية. هذا بالطبع هذا في زمن الحكومة السابقة، ولكن منذ سيطرة حركة طالبان فمنذ يعني في أيام الأوائل من السلطة لحركة طالبان، أصدر أمير المؤمنين الشيخ هبة الله مرسوم خاص حول النساء، فقال في بيانه فالنساء سيتمتعن بالحقوق التي أعطتهن الشريعة الإسلامية في ظل حكومة إمارة أفغانستان الإسلامية. ويعني فالقوانين وهكذا يعني الحقوق نصت البيان الحقوق هكذا، يشترط رضا المرأة البالغة في النكاح، وهكذا حين يكون الزوج كفوا ولا يخشى من فساد أو فتنة فلا يحق لأي أحد أن يكره المرأة أو يرغمها على النكاح. والثاني القرار الثاني، ليست المرأة مالا بل هي إنسانة حرة وأصيلة، ولا يحق لأحد أن يزوجها مقابل حل النزاع. والجدير بالذكر أن المرأة والنساء تتزوج مقابل حل النزاع، ولكن في ظل حكومة إمارة أفغانستان الإسلامية لا يمكن لأحد ولا يحق لأحد أن يقوم بهذا العمل الشنيع. وهكذا جاء في البيان، المرأة المتوفى عنها زوجها في تحديد مصيرها بعد انقضاء عدتها حرة، بل لها خيار كامل تماما. وهكذا أخذ المهر من الزوج الثاني حق شرعي للمرأة الثيبة. جدير بالذكر أن هؤلاء ما كانوا يعطون للزوج الثاني حق شرعي، يعني للمرأة الثيبة حق أخذ المهر. وهكذا يعني جاء بالبيان في إرث زوجها وأولادها وأبويها وبقية أقاربها، وليس لأحد أن يمنعها من أخذ نصيبها في الإرث. وهكذا جاء في البيان، كمن كان تحته أكثر من امرأة فإنه مكلف بالعدل بينهن وإعطاء كل واحدة حقوقها الشرعية. والإمارة وحركة طالبان يعني لم تكتفي بإصدار مثل هذه القرارات، بل كلفت الحكومة وحركة طالبان وزارة الحج والأوقاف وحكام الولايات على إجراء خطوات جادة لتنفيذ هذه الأحكام المنصوصة بأحسن شكل. يعني هذا واضح، يعني أن المرأة والنساء يتمتعن بحقوقهن الشرعية في ظل حكومة إمارة أفغانستان الإسلامية. سيد هارون، عندما تذكر أن المرأة كانت تزوج في حل النزاعات، يعني تعطى كبدل في حل النزاعات، وعندما تحرم من الميراث إذا كانت ثيبا، هذا أمر جاهلي كان يحدث، هل هذا كان يحدث أيام الحكومة السابقة والحكومات التي كانت على مر 20 عاما أيام الاحتلال الأمريكي نفسه؟ هل هذا كان موجودا؟ هذا الذي أنا شاهد عليه، نحن رأينا في مناطقنا، وهذا لا يخفى لمن كان له علاقة أو كان له قلب سليم أو مطالعة بشؤون أفغانية، فهذا حدث في مناطق وقرى كثير وما زالت تحدث. ولكن الإمارة كلفت وزارة الأوقاف وهكذا حكام المديريات وحكام الولايات على إجراء خطوات جادة لتنفيذ الأحكام المنصوصة. فالمرأة حينما تواجه مثل هذه المشاكل فللمرأة تصبح أن ترفع قضيتها إلى المحكم. نعم سيد هارون، إذن من ظلام الجاهلية إلى نور تعاليم الإسلام السمحة.